صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، هد الهداية رزء حالك الشجني، أبكى الفخار بدمع عند منهتني، لله رزء به كم للرشاد هوى، ركن وكم فيه ببيت للضلال بني، رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن، غر وإن تكن الأشياء قد خلت ثوب المحاسن من حزن على الحسن، فقد كان في الأشياء بهجتها قد حل فيها مقام الروح في البدن، من مخبر المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن، يدعوه يا عضدي في كل نائبة ومسعدي إن رماني الدار بالإحن، لمات الحسن يا زهرة ليتج حضارتي موت، ليتج حضارتي بدريج يوم ابلعت الحوت، ليتج حضارتي بدريج ومنازعة وعلاجة، ومن الأسى طفيتي نيرانه الوهر، وأهل السماء في ضجة والحور في انزعاج، كل من يصيح وينادي رد البدر يا حور، إلا يا حور يا أهل الجنة تنشدكم المحزون،
قصر الزبار جد لا أخضايا يار لا منه ويد زينو قالوا الكبير أولاديك الحسن ما حد ولكن الأمر لله قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية في سورة ياسين ربطت بين اقتراب الأجل بين الرجوع إلى الله بين الموت وبين الملكوت. وهناك آية أخرى أكثر تفصيلاً في سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق من شيء. هني الشاهد الآن وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي شيء بعده يؤمنون يعني بعد القرآن. لاحظ هنا أيضا ربطت بين النظر في الملكوت وبين مسألة اقتراب الأجال، فما هو هذا الربط حتى نفهم شيء من حالات الإمام الحسن عندما طلب أن يؤخذ إلى صحن الدار عند موته كي ينظر في ملكوت ربه. في الواقع القرآن يريد يقول بأن الإنسان سيكون على يقين إذا نظر في الملكوت، والملكوت هو الملك، ملك الله سبحانه وتعالى، وأضيف إليه الواو والتاء فأصبح على وزن فعلوت وتكرر في القرآن الكريم. الملكوت في عدة آيات هو الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهناك سورة خاصة في القرآن سميت بسورة شنو؟ الملك، إشارة إلى عظمة ملكية الله. ومن هنا تارة يعبر بالملك وتارة يعبر بشيء أقوى في اللغة على وزن فعلوت ملكوت، وذلك أن العوالم أربعة: عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الناسوت وعالم الناهوت. عالم اللاهوت، عالم الجبروت هو عالم المخلوقات سواء كانت في الغيب أو غيرها، وإن أطلقت في الغالب على الأمور الغيبية. عالم ما سوى الله وهو مخلوقات الله المعلولات يعني، وذلك أن هذه المخلوقات إذا الإنسان نظر فيها سيصل إلى الله، سيتيقن بوجود الله. يعني أحد الأدلة على وجود الله هو ما يسمى بالدليل الإني، وهو الانتقال من المعلول إلى العلة. وهناك في تعبير الفلاسفة والمناطق دليل آخر وهو الدليل اللمي، مو الإني، اللمي من لما يعني مصدر صناعي من لما، اللمي وهو الانتقال من العلة إلى المعلول. وهذا ما بيّنه مولانا أمير المؤمنين في دعاء الصباح فقال يا من دل على ذاته بذاته، الانتقال من الله إلى الله مو إلى شيء آخر، من المخلوق إلى الخالق، من الخالق نفسه إلى الخالق. هذا دليل يقولون أقوى الأدلة، ولذلك قال أمير المؤمنين يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته.
وفي دعاء زين العابدين أيضا تفصيل لهذا الدليل، ولعلنا أشرنا لذلك في ما مضى. دليل الإني لا، الانتقال من المعلول إلى العلة، وهذا باعتبار ميسور للجميع، فالقرآن نشره وبسطه في آياته. فالانتقال من الآيات الكونية، الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية أو الآيات التشريعية التدوينية، القرآن نفسه، هذا كل انتقال من المخلوق إلى الخالق، من المعلول إلى العلة. وهذا أيضا عظيم، دليل عظيم يفيد اليقين. ولذلك قال: وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش قال وليكون من إيش؟ من الموقنين. فهو هذا الاستدلال وهذا التتبع يفيد اليقين. الإمام الحسن سلام الله عليه استفاد من هذا الدليل في حالة من حالاته. إذا ندرس حياة الإمام الحسن نجد أن هناك فصول من حياته. الفصل الأول مع جده رسول الله 7 سنين، الفصل الثاني قرابة 30 سنة من بعد وفاة النبي، إلى أن الإمام أمير المؤمنين التزم السلطة، هذا فصل ثاني طويل عاشه مع غير أبيه وجده، ليحكم غير جده وغير أبوه. الفصل الثالث عند أبيه أمير المؤمنين، يعني لما حكم علي بن أبي طالب 5 سنين. بعد ذلك الفصل الرابع هو الإمام الحسن لأشهر أصبح شنو؟ خليفة. هذه هم تدرس وهي من أهم مفاصل تاريخ الإمام في مسألة الصلح وغيره، ومسألة مهمة، ليش ما حارب، ليش صالح، ليش هذا، وسلط الضوء على هذه المسألة أكثر شيء، لكن هذه فترة قصيرة وإن كان لها مفصل محوري في التاريخ، لكن هي فترة قصيرة من حياة الإمام الحسن. الفصل الآخر هو ما بعد الصلح، لما الإمام الحسن رجع إلى المدينة 9 سنوات تقريبا ونيف من الأشهر، كان يدير أمور الأمة. إحنا نتعرض الليلة إلى آخر حياة الإمام، آخر الفصل، وهذا نذكر أيضا نماذج يسيرة من تاريخه وحالات معدودة ولكنها تؤثر كثيرا في التربية الدينية وفي الإحاطة ببعض المسائل التي ترتبط بحياة الإمام الحسن سلام الله عليه. قالوا أن الإمام الحسن لما دنت منه الوفاة طلب منهم أن يخرجوه إلى الصحراء، وقال: حتى أنظر في ملكوت السماء. نص العبارة ملكوت شنو؟ السماء. ولما أخرج ونظر في ملكوت السماء فإنه قال: إني أحتسب نفسي التي هي أعز الأنفس عندي عند الله، أحتسب هذه النفس عند الله. وذكرت عدة روايات بهذا المضمون، رواية ثانية عن الإمام الصادق، رواية ثالثة عن الإمام أبي الحسن الرضا، وفيها بعض التفاصيل. لكن هنا الملفت للنظر أنه بعد ما نظر في ملكوت السماوات قال لهم شنو؟ إني أحتسب نفسي عند الله اللي هي أعز النفوس، وأضاف أنه دعا الله بهذا الاحتساب، يعني نفس الاحتساب جعله سبباً، مثل ما ندعو إحنا مثلاً باسم من أسماء الله الحسنى، بعمل من الأعمال، بذات معينة، بطفل الحسين، بعض الأحيان نقول نسألك بالرضيع اصنع كذا كذا. هو قال: اللهم باحتسابي هذا، يعني احتساب نفسي عندك، اللهم ارحم صرعتي وآنس وحدتي، إلى آخر دعاء، جعله سبباً لاستجابة دعائه.
في هالحالات التي دعا بها. أضاف نص آخر شيء آخر، وهو أنه طلب في هذه الحالة شهودا من الناس، شهود، الشهود أقل شيء ثلاثة يعني جمع، والجمع أقله ثلاثة، ويظهر أنه أكثر لأن نحن نعرف بعض الأحيان عند الميت يدعى 50 شاهد يشهدون إليه بأنه مؤمن، هذا من ضمن الآداب، صحيح؟ 50 مؤمن يشهدون أن فلان مؤمن، فهناك جمع شهد، ما قال لهم على شنو تشهدون، لما جاء الشهود قال لهم اشهدوا أنني احتسبت نفسي عند الله، هذا أمر يكون تحتسبونه تشهدون على أنني احتسبت نفسي عند الله. هذا مجمل الصورة التاريخية التي تنقل هذه الحالة، مجمل في قلت لك تفاصيل، احنا أخذنا مجمل هذه الروايات الثلاث وأكثر المذكورة في مصادر عديدة عن حالة الإمام الحسن عند الموت، هي الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى الملفت للنظر أن الإمام سلام الله عليه قال خذوني إلى الصحراء، طبعا هذا في تصحيف، الموجود في رواية صحيحة عندنا أنه قال خذوني إلى صحن الدار، خذوني إلى صحن الدار أنظر في ملكوت السماء، فأخذ إلى صحن الدار ونظر في ملكوت السماء. الإمام استفاد من ذاك المبدأ القرآني اللي قلنا القرآن ربط بين النظر في ملكوت السماء وبين اقتراب الأجل، كما نصت الآية وقالت وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم، بعد أن قالت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يقول الإمام الحسن في مقام التعليم أنت أيها الإنسان الذي يصيبك القلق والاضطراب عند الموت، والموت شيء عظيم وقت الاحتضار، يقول هذا يكون يصير عندك يقين، وهذا اليقين سيكون بواسطة شنو؟ بواسطة النظر في الملكوت عند اقتراب الأجل، كما في سورة ياسين أيضا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجع. يقول هذا التسليم راح يصير عندك وتحتسب نفسك عند الله، وهي أعز الأنفس عند الإنسان نفسه، أعز الأمور عند الإنسان نفسه، فبالتالي يحتسبها عند الله. هذا الاحتساب يعني حالة من الاطمئنان والتسليم، وحالة من ارتقاء اليقين عند الإنسان إلا عبرت عنه ليكون من الموقنين بالنسبة لنبي الله إبراهيم لما نظر في ملكوت السماوات، ولما أري ملكوت شنو؟ السماوات من قبل الله. هذا الأمر يدعو إليه مولانا الحسن بن علي سلام الله عليه، ثم يقول حتى ينتشر الأمر بين الناس ويتعاملون مع الموت بهذه النفسية وبهذه الراحة، ينتشر هذا التعليم، دعا بشهود يشهدون على هذا الأمر، فوق ثلاثة قلنا أقل شيء 3 شهود يشهدون على هذا الأمر، هؤلاء هم راح يبلغون أولادهم عشائرهم، وهكذا ينتشر. هذا نمط إذا من التعليم. هذه الحالة الأولى عند الموت، حالة الإمام الحسن عند موته سلام الله عليه، هذا بعد تربوي عميق الإمام يبثه من خلال وصيته، من خلال حديثه، من خلال دعوتهم لأخذه إلى ملكوت السماء والنظر في آيات الكون. الحالة الثانية من حالات الإمام الحسن ما توهمه البعض أنه جزع، لما حضر الإمام الحسن سلام الله عليه الموت، حضره الموت كان يبكي، بكى، فقال النص الذي ينقل كأنه جزع،
احنا نعرف الجزع عند الموت مو من المحبذات، من الأمور المذمومة يجزع الإنسان لقضاء الله. فكيف الإمام الحسن قال كأنه جزع؟ لاحظ الناس ما قال جزع، قال كأنه. كأن تفيد شنو؟ تشبيه، يعني كأنه جزع. يعني الناس تتصور أن الحسن لما بكى هو شنو؟ بكى بسبب أنه بيموت، بيفقد الدنيا فيكون مذموم. لا، ليس كذلك، قال كأنه جزع. فقال له الحسين سلام الله عليه: يا أخي ما هذا البكاء؟ فإنك ترد على رسول الله وعلي بن أبي طالب وهما أبواك، وترد على خديجة وفاطمة وهما أماك، وترد على الطاهر والقاسم وهما خالاك، وترد على حمزة وجعفر وهما عماك. يعني أنت في مكان آخر، في مكان بتروح مكان أفضل من هذه الدنيا التي أنت فيها. الحسين هم يريد يبين مو هو يشك في أخوه وإنه جازع ويريد، وإنما أراد أن يقول للناس أنا قاعد أؤنس أخي بهذا الكلام، أؤنس أخي، إلا أنتم تتصوروا أنه جزع. ولكن هناك شيء يعلمها الحسن وأعلمها أنا، وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت. فقال له الحسن، هناك عدة إجابات، ثلاث تقريبا إجابات بس تتفق في هذا المضمون. في رواية أن الحسن قال له: إني أرد على خلق من خلق الله لم أدخل فيه من قبل، وأرد على أمر من أمر الله لم أدخل فيه من قبل، لا هذا الخلق ولا هذا الأمر. طبعا ليش قال الإمام الحسن أنا أرد على شنو؟ على خلق وأرد على أمر؟ تقدر تجيب آية تدل على هالحكي أيها المستمع؟ فركوا عقلكم، شوفوا تتذكروا، هو جزء بسيط من آية. خلنا نشوف. أحسن. ألا له الخلق وإيش؟ والأمر. الآية الكريمة تقول الله له الخلق، هذا طبعا مبثوث بشكل مفصل، بس فيها الآية بشكل مجمل عالم الخلق وعالم شنو؟ الأمر. المفسرون لهم إطالات في بيان هذين العالمين. الإمام الحسن يشير إلى هذا المضمون أيضا، وهذا يدعو إلى التعمق أكثر، بس أنا أكتفي بشرح الحالة. قال أنا أرد على أمر فيه من أمور الله ما لم أشعر بها سابقا، وإن كنت بعلم الإمامة أنا أدري به، وكذلك بالنسبة إلى الخلق، عالم من الخلق، عالم الخلق ألا له الأمر كما أن له الخلق، وأنا هذا ما كنت وردت عليه، عالم جديد، فأنا أبكي لذلك. وأيضا لخصه في إجابة أخرى قال: إنما بكيت لأمرين، لهول المطلع ولفراق الأحبة. هذا الذي عاني للبكاء. طبعا من أجاب بهي الإجابة الإمام الحسين بكى. لاحظ السائل كان يؤنس المسؤول، الحسين كان يؤنس من؟ أخاه الحسن، ولكنه هو بكى بعد إجابة من؟ الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا يدعو إلى أن احنا شلون نتعامل ويا الموت. احنا من جهة عندما لابد نصير مثل إمامنا الإمام الحسن، يذكر في حالاته في رواية مفصلة عن الإمام، يذكر حالة الإمام الحسن، يقول كان إذا أول شيء كان إذا توضأ جاء إلى الوضوء للصلاة تغير لونه، إذا وقف بين يدي الله في الصلاة ارتعدت فرائصه، كان إذا ذكر الموت بكى، إذا ذكر البعث والنشور بكى، إذا ذكر العرض على الله اضطرب،
اضطراب السنين وهكذا. فكل ما يذكر هاي الأشياء يتغير. هذه من حالات شنو؟ الإمام. الإمام الحسن سلام الله عليه لما ذكر للحسين هذا الأمر، الحسين أيضا شنو؟ بكى. هذا البكاء بطبيعة الحال يفسره الحالة الثالثة، هذا البكاء من أجل أن يقول لا تتعاملوا مع الأمور تعاملا بسيطا ساذجا، وإنما ليكون هناك عمق. أنت من تشوف الموت مو تمشي وراء الجنازة وانت شنو وانت تضحك، مو تمشي وراء الجنازة وانت تسولف ما كأن شايلين قدامك شنو جنازة وميت، لا هو ساهي أصلا. يقول لازم تنظر بهذا المستوى. الإمام الحسن سلام الله عليه أيضا يفسر هذه الحالة أنه لم يكن جازعا، وذلك الحالة الثالثة الأخيرة التي أنهي بها المجلس. ما طولت عليكم خو، نحن بدأنا مو وربع تأخرنا شوي. طبعا تنبيه فقط، أنا قصرت المجلس السابق حتى أوصلكم، بس شن سوي هذه شوارع البحرين أصبحت لا ليلة تعطيل لا ليلة تحصيل لا ليلة شغل لا ليلة كلها مزدحمة. فبعد المناسبة القادمة إن شاء الله نفي بالوقت، نجي 9 مدري 8 وربع إن شاء الله. راح نقدم مو بس نقصر هناك، راح نقدم الوقت أيضا بعد هذا بيد الله مو بيدنا. أرجع أقول على أن الحالة الثالثة من الفصل الأخير من حياة الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول لما دنت منه الوفاء قال له الحسين كيف حالك يا أخي تشلونه؟ فقال الحسين في الإجابة، هذا هم تعليم، قال حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال عنا، يعني إحنا أهل البيت، إذا نزل بنا الموت فإن العقل لا يفارق روحنا. إحنا أبدا لا قبل الموت ولا عند الموت نبقى محتفظين بالعقل الكلي الذي ندرك به كل الأمور وما يتغير شيء. فإذا اقترب ملك الموت مني اجعل يدك في يدي الآن فإني سأغمزها وأخبرك، يعني كيف حالي أنا، هاي الحالة اللي أنا أمر بها. يقول ما هي إلا ساعة، فغمز يد الحسين غمزا خفيفا، فأدنى الحسين أذنه من فم الحسن سلام الله عليه، فقال إن ملك الموت يبشرني. ملك الموت قاعد يبشرني، يعني هذا مو جزاء، هذا مو الإمام عند الحالات اللي ذكرناها اتضحت على أنها حالات إيجابية مو حالة مذمومة مو حالة سلبية. قال إن ملك الموت يبشرني يقول لي أن الله راض عني، الله راضي، وجدك الشفيع، يعني أنت أولا الله راضي عنك ولا يشفع هو يمن جدك رسول الله، هذا حالي. يعني هذه حالة من حالات الإمام الحسن سلام الله عليه. الحالة الأخيرة تعلمونها أنه أوصى، طبعا وصايا العامة والخاصة، لو واحد يريد يألف كتاب من أوراق كثيرة لألف، لكن من ضمن هذه الوصايا تذكر في المصيبة أنه قال للحسين خذوني إذا اقترب، إذا جهزتموني خذوني عند قبر جدي رسول الله. ويظهر من بعض الوصايا أنه كان يرغب رغبة شديدة في أن يدفن بجوار جده رسول الله، ولكنهم لما
لما علم الحسن أنهم سيمانعون أوصى الحسين قال: فإذا مانعوك فلا تهرق في أمري ملء محجمة دما، لا تسيل الدماء. فعندئذ التزم الحسين بهذه الوصية. هذه في حالات الأخيرة، الإمام ينظر إلى مستقبل الأمة ويريد الأمن يعم يوم وفاته هذا المجتمع المدني وما تصير حرب مع الغاشمين، وأخبر أن الأمر بيصير، يعني هؤلاء سيمانعون دفن الحسن. وبالفعل لما أراد أن يصل إلى قبر جده جاء القوم بنو أمية أكثرهم وكانت السلطة بيدهم، فقالوا: لا يدفن الحسن عند جده، أي يدفن فلان في أقصى المدينة ويدفن الحسن عند جده؟ لا يكون. وجردوا سيوفهم، بل قيل أنهم رموا جنازة الحسن بالسهام. فجرد بنو هاشم سيوفهم، يقدمهم صاحب الغيرة والنوماس أبو الفضل العباس، فقال الحسين لبني هاشم: اغمدوا سيوفكم، الله الله في وصية أخي الحسن، فإنه أوصى ألا يهرق ملء محجمة دما في أمره، آياه وإلا لعلمتم كيف أخذت سيوف الله منكم. يا ويلي يا ويلي، هذا والسهام قيل شكت في بدن الإمام وهو محمولا على الأكتاف. صاح حسين: خلوا الفتن يا ناس، ما وصب حروب يا أولاد الأرجاس، شهر عباس سيفا وفرع الراياس، ونادوين نيتكم يا طيبين. صاح حسين: يا أخويا يا عباس، يا راعي الدرع والسيف والطاياس، لا تنسى وصية صاحب الباس، عرفنا تراه قوة جسرين. سار حسين بخوه بقلب مألوم، ونادى: يا فخر هاشم ومخزوم، يا خويا لجل فرقاك قلبي مألوم، يا بحر الكرام يا علة التكوي، إلا ويلاه يا هضم الحسين ومصابي سمايا، بنهن اتغالى وفاتت الأعداء بدمة، يم قبر جد أسهامهم، أيوا إماما، يم قبر جد أسهامهم فاتت بجسمه، مصيبة ويهونها مصائب الغاضر. أنا أعجز شعدد من مصائب يوم لطفوط، كم شبل بيها وكم شباب إن ذبح ملهوم، يا من قطعت روس
بيها وطارت جفون يا مجساد رضضتها الأعوج. أخذ الحسين وأخاه إلى أرض البقيع ولما واراه في ملحودته جعل ينظر إلى ذلك القبر وهو يقول أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب أو أستمتع الدنيا لشيء أحبه ألا كل ما أدنى إليك حبيب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب لشال الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكن ابن عيش حلو الجهامة وخلوا على تابوت ليم كرمها نعمة سفر الجفن عن وجهه تشوف اليتامى ودعتك الله يا حسن هالسفر له إلا عريج بنعشي الحسن على مكسورتي الأضلاع يا ويلي يا ويلي عرج على نعش البتول ابن عش بنها وقبر يا خويا لا تحيف ربعيد عنها دفن بكترها بلكتي هون حزنها ريض يا خويا ذابت قلوب النسى